عالم متغير، لا تزال النخوة تمثل الأساس الصلب في حياته، فهي تعكس عزماً لا يتزعزع، وثباتاً لا يضعف، وتسامياً بالتعامل مع الآخرين وفي مواجهة تحدياتنا اليومية. أنا علي صالح علي المدفع. أنا حبيت أشارك ببرنامج نخوة لأن البرنامج يمثلنا كسعوديين، كلنا نخوة وكلنا نساعد بعض، بما أنه هذا السيناريو بأنه يمثل شخصية فاقد البصر، وأنا إنسان فاقد البصر، حبيت هذا البرنامج. دخلنا غرفة المكياج، كيف نعمل هذه الشخصية؟ كيف أقدر أتنكر؟ هل بدقن كبير؟ هل بثياب مختلفة أو شيء جديد؟ صحيح أن نخوة برنامج مبني على التجارب الاجتماعية، بس الحياة كلها سلسلة من التجارب، يا تغلبنا يا نتغلب عليها، ما في حل وسط. بما أن البصيرة أهم من البصر، قررت اليوم أكسر القاعدة. ليش أتنكر ومثل حالة بعيدت عنه؟ وأنا مثل ما أنا، مثل كل المنتظرين، ينقال لهم ما أنت بالحال، وينتظرون إيد تمد لهم تأخذهم الطريق النور. أنا اليوم في نخوة قررت ما أغير شكلي، وألبس شخصية علي المدفع نفس ما هي، وأخوض المغامرة الأخيرة لهذا الموسم بأسلوبي. بعد ما انتهينا من التحضير توجهنا لموقع التصوير، وكانت كل الكاميرات مخفية. دخلت أنا وولدي لما صار وقت الفطور، في السيناريو المفروض أن ولدي يتركني ويرجع لي، والوقت اللي كان ولدي غايب حصل موقف. يبقى أنا بطلع شوي وبيتي بطلتين، يلا تمشي ما تطول شوي وبيتي. أمري حق، أمري حق. محمد سلامتك يعني. الله يسلمك. وش عندكم أكل زين؟ ممكن تفوت على البوفيه تشوف إيه اللي عندنا. أنت شايفني أنا ما أشوف، أبي وش أكل الزين جبري منه. يا حق لو ما تشوف يعني، طب أنت إزاي لوحدك يا حق؟ ها؟ المفروض يكون معك حد يراعيك يا حق، ما ينفعش تنزل لوحدك كده. لا إله إلا الله. يكفي يا ابن الحلال، جيب لي من الاكل الموجود الله يهديك. يا حاج ما ينفعش، اجيب لك انا اللي على ذوقي دلوقتي، واداره المحل تعمل معايا ايه؟ تعمل معاك ايه؟ ما تعمل معاك شيء. جيب لي من الاكل اللي ياكلوا منها الناس وخلاص. يا حاج روح شوف، طب بعد اذنك روح شوف اللي انت عايز تجيبه. انا بشوف، انا ما اشوف. لو سمحت يا حبيبي انت صادق ولا تستنى؟ عقلك رجال ما يشوف. لو سمحت ما تتدخل. لو سمحت ما تتدخل. لو سمحت ما تتدخل. ولا يتدخل. لو سمحت ده شغلي. معلش هو المدير. لو سمحت ده شغلي هو المدير. لو سمحت يا استاذ يعني هو ما ينفعش ينزل كده يدينا بيه يعني. رجال مو طبيعي. مو طبيعي ده. هو يجيب لنا يعني ينزل لوحده؟ طب ما ينزل مع حد المفروض. ما تحاكمنا يا حبيبي، يا راح اجيب لك اكل ولا. كيف بتقول عني مو طبيعي يعني؟ دقيقه يا حبيبي هذا موظف يعني. ايه يعني هذا؟ لا انت مدير ينزل لوحده؟ طب ازاي ينزل لوحده؟ طيب مو شغلك. معلش يا ابوي عندك. معلش المفروض يكون معلي راعي مش انا اللي راعي حبيبي. خلاص انا اللي راعي.
خلاص وخر انت حش جلسك هنا. بعد اذنك اقعد لو سمحت. انا بشوف شغلي. خلاص وخر. انا بشوف شغلي. روح حبيبي روح روح. ده انسان اعمى لازم يكون موجود في البيت ما ينفعش يكون موجود هنا. لا اله الا الله. مرافق سعد. لازم يكون مع حد يراعيه. انا ما قلتش حاجه. يا حبيبي طب خلاص انت اتركه طيب انت حلو جلسك هنا. انا بشوف شغلي. ان شاء الله. حضرتك اللي مجلسك هنا. انا بشوف شغلي. طيب معلش. روح شوف شغلك الله ياخذك العافيه. يلا مالا. ردود افعال. كثيرة حسيت بوجودها الناس افزعت وقفت معي بهذا الموقع. نايف أقدم لك طارق. سلم. هذا رز ولحم الله يعافيك. مش احنا المفروض نراعيه المفروض حد من اهله اللي يراعيه. ولا كلمة. وين مديره السر؟ خلاص روح. خلاص حبيبي خلاص انا بدي اسمع. يا استاذنا انا مش هروح بس بعد اذنك انت حضرتك روح ده مش شغلك بعد اذنك يا استاذنا يعني انا يعني حضرتك انا ما غلطتش في حضرتك كبير في السن بالطريقه هذه انا ما غلطتش انا ما غلطتش فيه انا بقول له فين حد معاك يراعيه يا اخي كسر صوتك يا حبيبي كسر صوتك هو انت بترفع صوتك عليا طب انا ما بدي ارفع صوتك ارفع صوتي رفعت صوتي عليك ايش فيك انا ما رفعت صوتي عليك انا بقول له هو خلاص كسر صوتك انت حين ما في شغلك كله هالطاوله يا اخي روح شوف شغلك ثاني طب انت راح جالس هنا طب بعد اذنك شوف اقعد مكانك طيب خلاص قلنا والله العظيم يا اخي تفضل لان مستحيل في شخص قلب طبيعي بالطريقه هذه انا ما ادري هو مستحيل انا ما عملتش حاجه انا بشوف فين ابني هو بيعلمني على شغل كلنا عيال يا سمحت والله سمحت حقك ما ينفعش ما ينفعش كده ما ينفعش ما ينفعش كده ما ينفعش كده يا أستاذنا ما ينفعش كده يا أستاذنا أنا عملت إيه طيب؟ لا مسني رد فعل مميز نايف اللي وقف معي ودافع عني بشراسة صراحة ردت فعله أثرت في واجد لما احتدم الموقف وصار في هوشة صار الوقت أن يكشف أن هذا كله تمثيل لما احتدم الموقف وصار في هوشة صار الوقت أن يكشف أن هذا كله تمثيل أنا عملت إيه طب لكده؟ عملت إيه طب؟ في إيه طيب؟ هاد يا حبيبي إحنا مش بني آدمين؟ هاد هاد الله يحفظك يا أخي خلاص يرحم والديك يا أخي روح أنت أنا عملت إيه؟ ما هو حقبل شفت زقيني إزاي؟ شفت زقيني إزاي؟ يا أخي مالك يا جماعة يا اللي حاضرين هنا كل اللي سمعته ترى تمثيل ترى ما في إلا شيء نبل الله يعطيكم العافية الله يعافيك وكل عام وانت بخير انت بخير وصحة وعافية الله يعافيك بس حزعه وفسوح شكرا شكرا كل سنة وانت طيبين كنت طيب كل سنة وانت طيبين شكرا والله شكرا للنايف على نخوتك شكرا لك يا حبيبي الله يعافيك من بعد ما كشفت ان هذا كله تمثيل الناس ارتاحوا وضحكوا واستانسوا وسمعت تصفيق الناس وحسيت فيهم وانا عنا شخصيا ارتحت كثير محمد الصالح أنا كنت متواجد بالمطعم للفطور المشهد اللي صار أنه في قرصون كان تعامل بطريقة غير ملائمة مع رجل كبير في السن وضرير بخلاف أنه ممثل مشهور اللي هو الأستاذ علي المدفع فكانت الطريقة التعامل معه ما كانت ملائمة في البداية أنا كنت حاول أوضح للقرصون أنه اللي خاطبه رجل ضرير ورجل كبير في السن فحاولت أني أوصل الفكرة هذه للقرصون وطبعاً بالنسبة لزوجتي أم محمد الله يعطيها العافية فكانت هي تحاول أنها تساعد الفنان الكبير المدفع وتتجاهل القرصون وتجيب الأكل له علشان القرصون هذا بس يبعد الموقف طبعاً موقف صعب أنه يتعامل أحد بالطريقة هذه ويكون عندنا في السعودية
بس ارتحت صراحة يوم جو إنه الكاميرات وإنه كلها صارت تمثيلية ومقلب. الصراحة ارتحت، أنا قلت الحمد لله يعني لا زال الناس كلها فيها خير. السلام عليكم. يا هلا هلا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا حياك الله. الله يحييك ويسلمك. هذه هدية مني ومن فريق العمل كله، تستاهل تستاهل يا رجل النخوة. الله يجزاك خير ويسلمك. شكرا على نخوتك وعلى اللي عملته معك. هذا أقل واجب يا عم، الله يعافيك ويسلمك. رسالتي بخصوص هذا الموقف، لازم التدخل في حال وجود خطأ، ولكن التدخل بمنطقية. بخلاف ذلك أنه كان التعامل مع كبير سن وضرير، صراحة تعامل حسيت أنه لو كان هذا الوالد. طبعا نحمد رب العالمين أنه شعبنا فيه خير، وطبعا بالأخير طلع هذا تمثيل، وأنا عارف أن الشعب السعودي كله فيه خير ودين وصلاح، وبإذن الله الله يعطيكم العافية. أنا حسيت وقتها في هذا المكان أني سعودي وبين أخواني السعوديين، والسعوديين والحمد لله رب العالمين مشهورين بالنخوة ومشهورين بتلبية النخوة. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك مقدمة، الله يعيد علينا وعليكم وعلى أخواننا المسلمين. النخوة هي دفاعنا اللا إرادي نحو الحق، واستعدادنا الدائم لنصرة المظلومين والمحتاجين. النخوة هذه الصفة العربية الأصيلة تظهر في مبادرتنا لمساعدة الآخرين رغم العقبات. بها نصنع الفرق ونكون المثال. تعبر عن قدرتنا على أن نكون رحيمين في أفكارنا وشجعان في أفعالنا. بالنخوة نبني مجتمعاً متكاملاً إطاره المحبة، فهي تجسد الرحمة والتعاطف والعطاء دون انتظار المقابل. يغذيها دفء العائلة والمبادئ، فننطلق في الحياة مواطنين صالحين نتوهج إنسانياً في كل المواقف. فالنخوة تكمن في الاحترام المتبادل. ويجب أن تكون النخوة دائماً في صلب تعاملاتنا. يصبح العالم مسرحاً يتألق فيه الفرد بمكامن إحسانه وأصالة أخلاقه. وتعكس في جوهرها قناعتنا بأن الحياة لا تستمر إلا بالخير والبذل والعطاء. النخوة تجسد الرحمة واللطف في التعامل، لذا فلنحتفظ بإنسانيتنا. تميز الذين يعملون بإخلاص وتعاطف لخدمة الآخرين. بالنخوة تتجلى أروع صفات العطاء والتضحية والشهامة، فهي تعكس عزماً لا يتزعزع وثباتاً لا يضعف. Thank you.